مدينة القدس المحتلة بتعلى أصوات المقطوعات الموسيقية الغربية والشرقية، ثقافات مختلفة اندمجت وألهبت حماس الجمهور ضمن مهرجان القدس 2018 تحت عنوان أصوات الحرية بتنظيم مركز يبوس الثقافي. المهرجان بدأ من 3 أيام بفعاليات مختلفة. جداً مهم أنه ننظم مهرجان القدس بهذا الوضع بمدينة القدس لنعيد الحياة إلها، لننعش الحياة الثقافية ونحافظ على هويتنا، وبنفس الوقت نعزز من صمود الناس ونعرفهم على ثقافات أخرى. بمشاركة فرق فلسطينية مثل يالالان وعرض للفنان فرج سليمان وفرقة الفنون الشعبية، بالإضافة لإطلاق عدد من الكتب والعروض المسرحية منها مسرحية 36 شارع عباس لرائدة طه، وأيضاً عروض عالمية كان منها عرض لفرقة رباعي بوند. ليلة كانت مميزة جداً للرباعي بوند من بريطانيا، واللي رافقوهم 4 فلسطينيات بعرض مميز قدموه على منصة قاعة فيصل الحسيني. دمج الثقافات الأخرى بالثقافة الفلسطينية المحلية وتطوير تجربة موسيقيين فلسطينيين شباب من خلال هاي العروض المشتركة كان من ضمن رؤية مهرجان القدس اللي حرص على وجودها. تجربة العرض مع فرقة عالمية زي بوند كانت كتير حلوة، كانت فيها كتير طاقة وكتير حيوية، وهذا إشي يعني إحنا متعودين على طاقة وحيوية مختلفة لما يعني نكون نعزف مع أوركسترا بمنطق كلاسيكي، فهذا كان الإشي الجديد. ولمدينة مثل القدس بخصوصيتها وحساسية وضعها السياسي، فمهرجان أقيم ضمن أحيائها وشوارعها وتحديدا شارع الزهراء أضاف نشاط وجود عربي مقدسي اشتاقت لإله هاي المدينة. عندنا القدس بعد الخمسة بعد الستة دائما تبقى مسكرة، لا يبقى أسبوع يبوس، هذا تشوف قديش الناس يعني أكبر دليل إنه كانت القاعة ملانة فيش عندنا تذاكر لا اليوم ولا مبارح، هذا بورجيك قديش الناس بدها نشاطات وبدها وبدنا نحيي القدس، بدنا يعني إذا إحنا ما حييناش القدس. في هناك تجاوب كبير من المجتمع المقدسي وحضور وإعجاب بهذا البرنامج. مهرجان زخم متنوع وأصبح تقليد سنوي له بعد ثقافي ووطني قدر أنه يكسب قلوب أهل القدس وزوارها. لرؤية منار الطل.